السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم وارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم. أسعار الذهب العيار الـ24 بـ2720 جنيه البيع، 2697 الشراء. الذهب عيار 22 2493 البيع، 2473 الشراء. أما العيار 21 الأهم مبيعا في مصر فسجل 2380 البيع، 2360 الشراء. هو بقاله فترة مواقف عند 2325 بيلعب كده في 10 جنيه. النهاردة ارتفاع هوت وصل 2380 البيع، 2360 الشراء. أما العيار 21 2040 جنيه البيع، 2022 الشراء. العيار 14 1586 البيع، 1573 الشراء. العيار 12 1360 البيع، 1348 الشراء. العيار 9 1020 البيع، 1011 الشراء. أما الجنيه الذهب، الجنيه الذهب 19040 جنيه البيع، 18880 الشراء. ده حتى ده كان الجنيه الذهب نزل ل 17 وكان ب 18، كان ماشي ب 18 وي وي وي. النهارده هو ب 19 جنيه الذهب. الجنيه الذهب 19040 البيع، 18880 الشراء. انصها بالدولار الامريكي 1980 دولار البيع، 1978 الشراء. وزي ما قلت لكم قبل كده، اللي معاه فلوس وفايضة عليه وتقعد معاه سنة يشتري بها ذهب، ما تكونش عندك فلوس محتاجها شهر، محتاجها بعد شهر يعني، وتروح تشتري بها ذهب، مش هينفع. والذهب هيبدأ يشد تاني زي ما انا قلت لكم قبل كده. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل علشان يوصله كل جديد في ميعاده بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.